قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. تخيل البعض أن إسقاط نظام مبارك كان الهدف من الأحداث، ولكن استمرار الفوضى فيما بعد التنحي أكد أن جماعة الإخوان المسلمين لن ترضى بديلا عن إسقاط الدولة. وقد ظهر ذلك في الحشد للاستفتاء على تعديلات الدستور يوم 19 مارس، عندما انتشرت مقولة قل نعم للدستور تدخل الجنة. حجم التضليل الذي مورس على عقل الجمعي للشعب المصري بقبوله باعتباره فصيل سياسي، في حين أنه ليس فصيلا سياسيا. من لم يقرأ التاريخ يجب أن يقرأه مرة أخرى. التعديلات الدستورية أخطر ما فيها، وأنا أعتقد أن أنا شهادتي للتاريخ موثقة صوت وصورة، وحذرت من أنه النص الذي وضع في هذه التعديلات يمنح للدستور القادم فكرة أنه تبقى اللجنة مشكلة من البرلمان القادم، معناها أن دستور مصر القادم في قبضة تنظيم الإخوان. أن تمس المادة الثانية من مواد الدستور في صياغة أي دستور جديد لبلدنا، فهذه المادة أقولها بصوت عالي دونها الرقاب.